هنا سؤال أيضا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، نخبركم بأننا نحبكم في الله. سؤالي هو: ما هي نصيحتكم وتوجيهكم لطالب العلم يقع في بعض مساخط الله ويتوب ثم يرجع بعد ذلك؟ يقول سؤالي هو: ما هي نصيحتكم وتوجيهكم لطالب العلم أو لطالب علم يقع في بعض مساخط الله ويتوب ثم يرجع بعد ذلك؟ أولا أسأل الله الكريم لنا أجمعين أن يجعلنا من المتحابين في الله، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وكون الإنسان يتعرض في حياته للوقوع في بعض الذنوب والأخطاء، وربما أيضا يفوته أن يزم نفسه وأن يبعدها عن المعاصي، فهذا عرضة له الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. فالعبد ليس معصوم، العبد عرضة للخطأ والتقصير، لكن ينبغي عليه أن يجاهد نفسه دائما وأبدا على العناية بأمور ثلاثة ينفعه الله سبحانه وتعالى بها، ألا وهي ملازمة التوبة والمبادرة إليها، وكلما بدر منه خطأ يبادر إلى التوبة من خطئه وتقصيره. والأمر الثاني أن يكثر من الاستغفار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وجاء في الحديث القدسي أن الله يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والآيات والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالإكثار من الاستغفار. الأمر الثالث الإكثار من الحسنات والمسارعة إليها، وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.